السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في شطيبة مدينة سطات، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية الخيرات والرجالية المغربية والناس وللمدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 6/4/2023، الخيرة والرواد جميع المشاهدين قناة زيتون المرجان والحباب تؤنق في المكان، أهلا بكم. وما تنسوش تدعمونا بالشراكة الإخوان جميع المشاهدين، نبغيهم يدعمونا بالشراكة. الله يخليكم فين ما كنتم، أهلا شريف أبوني وجيبات. مرحبا بالحباب تؤنا في المكان. كي داير السي بخير؟ ناشط الأحوال هاد الخيرات تبارك الله، تتولي زينة وهاد الشيء الخيرات تورينا لهاد التوينة تبارك الله تاع البنان تاع البلاد أو تاع برا. تاع البلاد تاع البلاد بوزيتون تبارك الله. تبارك الله. 11 درهم 220. هذا غنجي عندكم تاتو. واخا مرحبا. شحال 11 درهم؟ طيب ولا غير؟ موسكا حاجة زوينة. طيبة ولا شادة شوية؟ موسكا زوينة موسكا. طيب ماشي. 11 درهم. وهذا تاع أستراليا ولا تاع إسرائيل ولا منين؟ منين هذا؟ إكوادور. واخا. وكوستاريكا هما زوينين. ياك هما كاملين. كاين ديال البرازيل، كاين ديال إسرائيل، كاين. كاين كل شيء. عرفت؟ كاين هذو هما زوينين. كوستاريكا وإكوادور. هما جيران أمريكا اللاتينية. مرحبا. وهاد الخيرات كي داير تاع التفاح، ناقص شي حاجة في التفاح ولا والو؟ التفاح تاعنا المناسبة بوزيتي. شحال ندير هاد الحمارة وبيضة؟ هاد الحمراء 340 و300 درهم، البيضة 280 300. هاد ليمون لايت نافل مليح 1 فرنك، كاين هاد الدقيقة ديالو 180، العصير 160 180. هاد الشيء تاع العصير لايت 1 فرنك التفاح تاع هو راني عرفت شت هاد الشيء. ويني دوختيني؟ لا كاش وقت. هاد الفريزر شحال داير؟ وهاد التفاحة شحال داير؟ بحال بحال هادي. بحال. وهاد الشيء اللي حدا ولدك هنايا؟ كانطالو. اش هي هادي كانطالو؟ شحال داير هالكانطالو؟ علاش مغلين هاد الشيء بالفرنك؟ شتا في خريبة؟ لا وحدة أخرى في خريبة. لا شتي أخرى. شتي أخرى. هاديك الفرنك كانطالو. ياك وهاد لافوكا؟ لافوكا 50 درهم. وهاد كيوي؟ الكيوي هذا 500. خليل حاجه زوينه. وهاد المونك؟ المونك 30 درهم. وهاد بويدا الروميه ولا البلديه ولا 50؟ ها 450. والاخرى هذه هي بحال وهادي كاناناس. وتم الدوش الزيتون ليش واقف تماك؟ اسميتو هذا؟ اسميتو؟ ابراهيم. انت في بلاصه الحاج ما تدويش؟ وايلي تبارك الله على الشريف الله يسهل. الله يحفظك شكرا. باباي هذا اش هو هذا؟ قراع قراع تاع ابراهيم. ولا شريق هذا؟ عصير قرعة هادي مليحة. باباي حلو. باش يدار العصير والحليب ولا؟ مع الليمون بحالو بحال المونك. واللي ما عندوش فلوس الليمون راه صباح الليمون كان بثلاثة دراهم ولا بالفرنك. 180. تنحيو جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان بالتوكالي والصحراوي. وعلاش مشى على الضو دابا؟ الضو على حساب كاين الضو ما عندنا هنا. اي واخا. شحال انتم هاد الخيرات انتم ناقصين شي شويه ولا زايدين ولا ايش؟ الليمون 180. وهذاك التفاح حمراء وبيضاء؟ حمراء وبيضاء حاجه مليحه 300 درهم. وهاد المونكو لافوكا؟ 600 درهم. لافوكا 50 درهم. الكيوي سميت؟ الكيوي 500 درهم. وهذيك ويدا اللي حداك؟ هذه 450. كي هادي كي هادي كي هادي وغليتي ما
السوق رانا فيه وبو ما غتنقصوش شويه. لا عرفت عرفت غير بغيت زاد الدرك اللي مازلاو سير حي اخليها. لا وليدي اشتري له دابا في المكازا هاد الخيرات هاد الدكان كما تشوفوا معنا. تنحيوا جميع المشاهدين قناه زيتون ومرجان داخل الوطن وخارج الوطن. كي تشوفوا التفاحه حمراء زينه والبيضاء شحال التفاحه بدينا معك بها انت؟ 15 درهم. شكون مضروبين على 15 درهم؟ 15 كاين هذيك حمراء 16 والبيضاء 13. هذيك رقيقه. لا هي موينه مزيان. موينه. في واحد الوقيته كيطلع شويه. وهذه علاش مغلينا هذه؟ يلا ديمار تبارك الله على الدكاني نهار زين كما تشوفوا. هادو الحباب تاعنا من الزمان ماشي يلا عرفناهم ونحييهم ونحيي الجميع. مرحبا بالحباب تاعنا في المكان. قول لي بشحال هاد الليمون وبشحال هذا؟ وهذا؟ العصير 8 درهم 8 درهم. هاد الخيرات فاش طيبت مدينه سطات الخيرات موجوده كما تشوفوا معنا. تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيتون مرجان والحباب تاعنا في المكان. يلا شحال ندير هذه الكوستاريكا؟ كوستاريكا دايره 18 درهم. وتاع البلاد؟ ديال البلاد دايره سيدي 11 12 دابا طالع شويه. تبارك الله سي راودي. ها؟ ايه عندنا داك الشيء مرمر يلاه قال بسم الله. قول لي قاعد شحال؟ تسمع هذا بيجي 40 ريال. هاد الرقيقة؟ المويه بيجي 40 ريال. أنا ما غترقدش منها؟ نقص منها. تنعرفك حتى تنقص حتى. نقص منها 10 دراهم. قول لي 10 دراهم اللي كاينة. 10 دراهم نبيع 10 دراهم أنا ماشي مشكل. وهاد بويدة شحال دايرة؟ 500 460 ريال ماشي 400 ريال. وهذيك اللي طابت عندك راها طابت؟ شغل شي دري واش مقاد معاه وصاوب معاه في الثمن. شحال دير ليها 300؟ ماشي مشكل شي دري واش مقاد معاه ما كاينش مشكل. 300؟ 300 بيع هذيك ماشي مشكل. مو حاس مو حاس. واخا عاد راه درويش وراجل عزيز علينا. تنصوروه حتى في السوق الاسبوعي كان يطلع لي. عليك لي تريبورتور الله يسر لك يا ربي يسر لك. وهاد التفاح شحال درتي لي؟ التفاح اللي دار برا 28 درهم دار برا. عرفت الثمن ديال دار برا؟ اييه التفاح 120 300 نبيعو. الثمن اللي كاين عندك اللي عند الدراري كاملين. الثمن واحد ما عندك وهذا الليمون عندك تاع العصير ولا تاعي؟ العصير. شحال هذا الليمون تاع العصير؟ 180 ريال الليمون. 180 ريال الليمون. بكره خصك ندير 1000 ريال جمله. عندنا لا اله الا محمد رسول الله. لا اله الا محمد. جا عندك شي تاع الغلا ما عندكش ما دير. الله يحسن العون الجميع. انا شربت العصير خطره في رمضان. ما عمرني حق ربي المعبود الا المراه كل نهار تقول لي تدير عويصيرات تقول لي لا ما عادي كيسوني سي شكون شحال لافوكا كيفاش نقول 12 ولا 11 ما كاينش ما نقول لك شحال تقول لي 11% دابا ما تتحشمش باش تقول 11% دابا يمشي ليا بالفري جمله. كاينين الناس اللي تيشربوا هادشي باش ما كاين واني بحالي وبحالك وبحال واحد اخر ما الحوجيه 20 درهم السردين البويه كاع بغيت ندي جاني بغالي بزاف ما غديش فيها ما تكيش شدي عارف كيفاش الدراري راه كندير الحوجه ب 400 ريال خاصني نشري 40 درهم عاد نشري لاخر راه 150 درهم بزاف عليا ما عنديش كلشي ماشي غير تا الله يدير شي تاوي تاع الخير يلاه الله يسهل عليك السي راود. هذا عبد الحق تبقى صديق تاعنا في هنايا ومن المشاهدين تاعنا ومن المصورين تاعنا هنا في شطيبه مدينه سطات وصديق تاعنا كما تشوفوا الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيتون ومرجان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا بكم جميعا كما تشوفوا عبد الحق غادي يورينا الاثمنه تاع الخيرات هنايا في شطيبه مدينه سطات تنوريوها جميع المشاهدين قناة الزيت المرجان. تبارك الله على السي عبد الحق نهار زين ياك بخير. هذا الشيء القص زاد عندكم كي داير؟ هو عبد الحق عبد الحق عند رباط وعزيز علينا هنايا في شطيبه مدينه سطات. شحال هذا الليمون باقي يا سي عبد الحق؟ الليمون 180 بوزيشن 180 الليمون الغرب مليحه مليحه 180 ما غتبقاش منها سي عبد الحق بيني وبينك المشرى 7 درهم ما عندناش من نقص. ايوا هو ورينا حتى المشرى سي عبد الحق ورينا 7 درهم عارك الصيرك عارف. وهاد كيوي الكيوي 360 بوزيشن فيها كيلو ما كاين بس
هذيك الثمن عندها مناسب 400 ولا 360 رقيقة هي بانت ليا وكاين اللي غليظة ب 500 ايوا العصير راك عارف تعرف لا غليظة لا رقيقة اييه كاين هذا ما عندي ما نقول وهذا التبع حمر وبيض حمر وبيض ماشي بزاف شي 13 في السواق 13 14 15 في السواق كاينه هذه عندك انت انا بوزيزون كلامك على حق انا ما غادي اللي هي حقيقه راه نقول لك حقيقه تمام وهاد البنان شحال دير لي؟ البنان البيع ديالو 11 بوزيزون 12 ويكلي 11 11 انت وين زاد شكون؟ انت زاد مع هاد العصيرات وهادشي وهاد بو عويده بو عويده 400 بو عويده تهز مزيان هاد الخطر زاد تسمولك 500 وهذه كانت كاينه راك منا شويه كانت ب 13 درهم شهر بشهر ربعه وشهر خمسه عندك المعويد التفاح كلهم كيقلب هذا حريفي في هذا الشيء كما تشوفوا سي عبد الحق تورينا هذه الخيرات وهذا المونك وهذا 25 درهم الكيلو 8 درهم الحبه ايوا الثمن عندك مزيان اللي دابا كيبيع 8 درهم الحبه هي 25 درهم الكيلو كتقصد ولي بغا كيلو 25 بقى الحبة 8 درهم هي هي فين ما درتي تبارك الله على الساعة بالحق وهاد هاد لا فوق 45 درهم البيع ديالها بوزيسيون علاش؟ غالية بزاف 40 درهم 42 خالصين اها مسوقين بها ما عندنا غير بحال كما قال لنا الساعة بالحق غير مسوق بها 60 درهم الغليظة ديالها 60 درهم الغليظة تاعتها ايوا كاين الثمن فيها طلعت هاد العام شحال من عام ما طلعتش شحال هاد العام تقريبا واحد 3 سنين كانت هابطه كانت واحد القيسه ماشي رمضان ولا 80 درهم ولي ماشي في رمضان الصيف ولي معليش يا تعود على رمضان واخا تغلى ماشي مشكل الصيف يكون يقبال تاع العصير هذا ايوا فاهم شوف وهاد الشيء انا ناس 20 درهم البياسه بوزيتيف كاين اللي فيها كيلو رابع كاين اللي فيها كيلو هو زهر كله زهره زهرك يا زهره تبارك الله على السي عبد الحق والله يسر لك يلا شحال هاد هادي القرعه ولا شنو هادي؟ لاباي هذا ولا تيجي ها؟ لاباي لاباي شحال دير هاد لاباي؟ داير 500 وهاد كانتالو شنو كانتالو؟ كانتالو اي شحال دير؟ 10 دراهم 10 دراهم الكيلو الكيلو وهذاك اناناس اناناس 400 كيلو 400 كيلو وهاد الليمون شحال داير ليه؟ داير 12 درهم وهاديك بويده شحال داير ليها؟ بويده 500 اللي حداك راه هي هاي لا اللي حداك ها هي هاي ها هي ديال بلجيكا بلجيكا وهذاك المونك المونك داير 500 لا فوق اللي حداه؟ لا فوق داير 60 درهم زيت غالي شويه تنحيوا جميع المشاهدين قناة زيت المرجان في المكان اهلا وسهلا بكم هز لي جادك خرجي راه شحال نعناع؟ على سيدي كنبيعو سيدي القبطة شحال القبطة؟ درهم جوج 30 عندنا البلقم عندك البلقم اييه ما كاين بس سيدي العمدي عندنا العطر الشرعي عندنا الحبق مرحبا كاين شي حاجة تطيق الدواء ولا غير الشرب؟ كلشي هادشي نشوف